وردنا هذا الخبر العاجل، حيث تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي العمل بامتداد طريق وصلة أم القمر الذي يربط ما بين طريق القاهرة الإسماعيلية، طريق القاهرة السويس، حتى طريق العين السخنة وطريق خدمة المحاجر بواقع 3 حارات مرورية لكل اتجاه وبإجمالي قطاعات بطول 102 كيلومتر. كما يهدف طريق أم القمر إلى تسهيل وخدمة حركة شاحنات النقل الثقيل التي تنقل حمولات المواد الخام المستخرجة من المحاجر في تلك المنطقة إلى المناطق الصناعية والاستثمارية بالقاهرة والمدن الأخرى، ما يدعم عملية التنمية في الدولة. هذا وتفقد الرئيس كذلك الكوبري المار أعلى تقاطع طريق أم القمر مع طريق القطامية العين السخنة. وقد توقف الرئيس لمناقشة العاملين والقائمين على المشروع، كما حرص على كتابة كلمات التقدير على لوحة المشروع جاء بها: خالص تقديري وشكري لهذا الجهد العظيم في إنشاء هذا المحور الهام، والحمد لله رب العالمين.